النهارده هنتكلم عن ازاي تحققي احلامك. احنا داخلين على سنه جديده، لا خلاص السنه دي عدت مني ضاعت مني، انا هبتدي بقى بنشاط وحماس السنه الجايه. حاجه مهمه جدا لازم تعمليها عشان توصلي للهدف الكبير، بيقنع المخ، والمخ بيدي اوردرات لجسمك. ايه دول؟ دي الكراسة اللي بكتب فيها، يعني ده علاج ثيرابي بجد. فخلينا كده نعمل تجميعة كده يا جماعة. أول حاجة نكتب أهدافنا على ورقة وقلمنا. تاني حاجة لازم نقسم فئات إيه. تالت حاجة لازم أقسمه لأجزاء صغيرة. حاجة لازم يكون عندنا فيجن بورد. سادس حاجة عايزة أتكلم عنها بس اسمها المانيفستيشن، قوة الجذب. إن أنت لما تكوني عايزة حاجة تقدري تجذبيها بطاقتك. هديكم مثال عن هدف أو حلم مثلا أنا كنت بحلم بيه.